السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي، عدنا إليكم مع نكمل ما بدأناه من درس القراءة. هل لديك هدف في الحياة؟ لو بصينا أبنائي كما وضحنا قبل ذلك أن حياة الضائعين هي حياة الذين ليس لهم أهداف في هذه الحياة الذي يعيشون فيها. وكما قلنا وضحنا أن لابد للإنسان لكي يكون ناجحا في الحياة أن يضع له هدف يسعى لتحقيقه، ومن هذا الهدف لابد من وجود خطط تكون مساعدة له لتحقيق هذا الهدف. الفقرة الأولى أبنائي كما وضحنا حياة الضائعين، ضع عنوانها. وقلنا أبنائي أن كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة ضائعين، ليس لهم هدف أو هوية أو مهام يتصدون للقيام بها، وكثير للأسف تضيع حياتهم في عالم التمني وهم يحلمون. حياته عايشة حلم بيتمنى، طب يسعى لتحقيق هذا الحلم وهذا التمني؟ لا، لكنه لا يملكون الدافع أو الرؤية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم. وبالنظر حولنا سنجد أن الأجساد التي تسير في دنيا الناس معظمها يسير ويمضي بلا هدى وبدون وجهة محددة ومرسومة بدقة. دي الفقرة يا ابنائي، تعالوا نشوف الفقرة دي نتناولها بالشرح والتوضيح من خلال مجموعة من الأسئلة التي تعرف لنا حياة الضائعين وكيف يعيشون هؤلاء الناس الذين لا يضعون لهم أهداف في الحياة. السؤال الأول أبنائي بيقول: كيف يعيش الكثير من الناس ولماذا وما النتيجة المترتبة على ذلك؟ لو بصينا أبنائي إجابة السؤال، الكثير من الناس يعيشون في الحياة ضائعين. هل هم ضياع؟ ليه؟ لأنه ليس لهم هدف أو هوية. السبب والنتيجة. السبب ليس لهم هدف أو هوية، النتيجة تضيع حياتهم في عالم التمني والأحلام. يبقى كما وضح لنا الكاتب إبراهيم الفقي أبنائي دكتور إبراهيم في هذه الفقرة أن كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة ضائعين. سبب هذا الضياع أن ليس لهم هدف في الحياة، نتيجة هذا الضياع أن يعيشون في عالم الحياة تمام، في عالم تمني وأحلام. السؤال الثاني أبنائي: لماذا يعيش الكثير من الناس في عالم التمني؟ ليه كثير من الناس أبنائي الأعزاء يعيشون في عالم التمني؟ لأنهم يحلمون ولا يملكون الدافع أو الرؤية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم. يبقى بيعيشوا حياة حلم فقط، تمني، لا يملك الدافع ولا الخطة لتحقيق الحلم الذي يحلم به والهدف الذي يضعه في هذه الحياة. سؤال آخر أبنائي: ما المقصود بحياة الضائعين؟ حياة الضائعين هي حياة ليس فيها هدف أو هوية أو مهام يتصدون للقيام بها. يبقى حياة الضائعين صفة هذه الحياة حياة ليس بها هدف ولا هوية، والهوية هي الشخصية التي تميز الشخص، ولا مهام يتصدون للقيام بها، وتضيع حياتهم في عالم التمني وهم يحلمون ولا يملكون الدافع أو الرؤية في تحقيق هذا الحلم. فحياتهم تسير وتمضي بلا هدى في الحياة وبلا وجهة محددة أو خطة مرسومة بدقة. الفقرة الثانية أبنائي وهي قصة العاملين. قصة العاملين هي قصة قام بذكرها دكتور إبراهيم الفقي في هذا الموضوع. نستخلص من هذه القصة مجموعة من القيم والنتائج القيمة في درسنا وأهمية وضع أهداف لنا في الحياة. أول حاجة أبنائي القصة نشرحها توضيحا قبل أن ندخل على الأسئلة، أن هناك عاملين طلبت منهم أحد شركات البناء الذهاب إلى سطح أحد البنايات للقيام بإصلاحه، فاتجه العاملان إلى البناية
ودخل فوجد أن المصعد معطل، فقام بحمل معدات الإصلاح على أكتافهم، وقرر بعزيمة وجد واجتهاد أن يصعد لأعلى. وفي الفعل قاموا بالصعود إلى أعلى البناية، وعندما وصل إلى سطح العمارة وكان ارتفاعها 40 دورا لم يجدوا التلف الذي أتوا من إصلاحه، فعلموا أنهم قد صعدوا بناية غير البناية التي أرسلوا لإصلاح أحد أسطحها. وبالتالي قد فقد هؤلاء أو فقد العاملين طبعا الجد والاجتهاد الذي بذلها لصعود سطح العمارة. طبعا البناية التي صعدها العاملان كانت بناية خطأ، تمام، رغم ما بذلها من جد واجتهاد بعزيمة وإرادة، رغم ذلك لم يصلوا إلى ما يريدون، لم يحققوا ما يريدون، وهو إصلاح بناية العمارة أو سطح هذه البناية، لأنهم حددوا البناية خطأ. القصة التي أوردها لنا دكتور إبراهيم الفقي أدناي قصة بتوضح لنا أن الإرادة والعزيمة إذا وجد لابد من أن يكون هناك هدف يسعى الإنسان لتحقيقه، فتكون الإرادة والعزيمة والتصميم مفتاح للوصول لهذا الهدف. تعالوا نشوف الأسئلة على هذه القصة لكي نتوصل إلى ما يريده الأستاذ أو الدكتور إبراهيم الفقي. كان هناك عاملان في إحدى شركات البناء، ما الغرض الذي أرسلتهما الشركة من أجله؟ طبعا زي ما عرفنا أن الشركة أرسلت العاملين إلى أحد البنايات لإصلاح سطح هذه البناية، يبقى أرسلتهما الشركة التي يعملان لحسابها من أجل إصلاح سطح إحدى البنايات. السؤال الثاني أبنائي، ماذا وجد العاملان عندما وصل إلى المصعد؟ عندما وصل العاملان إلى المصعد وجد لافتة مكتوب عليها المصعد معطل، ماذا فعل العاملان عندما وجد هذه اللافتة؟ توقف العاملان هنيها لحظة من الوقت يفكران، لكنهما حسم أمرهما على الصعود على السلم. طبعا حسم الأمر على أنهما يصعدوا 40 دور مرتفع وهو ارتفاع هذه البناية طبعا ليس بالسهل، ولكن قرر بعزيمة وإرادة أن يصعد، تمام، سيقومون بالصعود ليس بانفرادهم ولكن معهم معدات الإصلاح، فهم يحملونها على أكتافهم ويصعدون إلى أعلى. طيب ماذا فعل عمنا عندما وجد هذه اللافتة؟ توقف هنيها يفكران، لكنهما حسم أمرهما سريعا بالصعود على السلم. السؤال الثاني أبنائي، علل توقف العاملان هنيها للتفكير فيما يفعلون في أمرهما. طبعا ليه توقف العاملان لحظة؟ توقف العاملان لحظة لتعطل المصعد، ويريدون وضع حلول بديلة للصعود على السلم، بالرغم من أن العمارة 40 دور وهم يحملون معدات على ظهورهم وأكتافهم، ارتفاع شاهق. القصة الرمزية أبنائي التي عرضها لنا الدكتور مصطفى الدكتور إبراهيم الفيقي في هذا الأمر هي قصة رمزية توضح أو لها أكثر من مغزى وأكثر من هدف، وهذا الهدف وهذا المغزى هو الإيحاء بالحالة لا التصريح بها. أوحلنا بحالة وهي حالة العاملين، تمام، اللذان سيصعدان 40 دورة على أقدامهم لكي يصلحوا سطح إحدى هذه البنايات. طبعا وضح لنا القصة، قصة العاملين،
ووضح لنا السمات العاملين الواردة في هذه الفقرة. فلو بصينا أبنائي اذكر سمات العاملين الواردة في هذه الفقرة، طبعا السمات بتاعتهم الحماسة الشديدة، العزيمة والإصرار، الجد في تنفيذ ما عزم عليه. ورغم هذه السمات القيمة العظيمة لكنهم لم يحققوا ما أراد. لماذا؟ لأنهم لم يضع لهم الهدف الصحيح، لم يختاروا سطح العمارة أو العمارة المناسبة المحددة لهم، فهم صعدوا عمارة ليست بالعمارة التي أرادت الشركة إصلاح سطح هذه العمارة. متى وصل العاملان إلى هدفهما؟ وصل العاملان ولكن ليس إلى هدفهما، وصل بعد جد وجهد وعرق غزير وجلسات استراحة كبيرة بين الأدوار، الصعود على الأقدام 40 دور أمر شاق ومتعب، ولكن عزم على ذلك ونفذه. سؤال آخر أبنائي، أحد العاملين أخبر زميلي بخبرين، أحدهما سار والآخر غير سار، وضح ذلك. طبعا بوصولهم لأعلى الصديق أو العامل أخبر زميله بخبرين. الخبر السار الذي أخبر به زميله أنهما وصلا إلى سطح البناية، والخبر السيء أن هذه البناية هي ليست البناية المقصودة أو التي أتوا من أجل إصلاح سطحها. يبقى هنا الخبر السار أبنائي هنما وصل إلى سطح العمارة والبناية، السيء هو أن هذه البناية ليست هي البناية المقصودة. يبقى في خطأ وقع فيه العاملان هنا أبنائي. إيه الخطأ اللي وقع فيه العاملان؟ بذل الجهد الغزير والشديد والعرق والعزيمة والإرادة رغم أنهما لم يحددا الهدف أو العمارة الصحيحة. فبيقول لنا السؤال، ما الخطأ الذي وقع فيه العاملان أبنائي؟ أنهما بذل جهدا كبيرا دون تفكير أو تخطيط. نعم أبنائي الأعزاء، هم بذلوا الجهد الغزير ولكنهم لم يخططا تمام ولم يفكرا تفكيرا دقيقا في الوصول إلى الهدف الذي يريدان تحقيقه. سؤال آخر أبنائي، لماذا يقع كثير من الناس فيما وقع فيه العاملان؟ كثير من الناس يقع فيما وقع فيه العاملان، لماذا؟ السبب إيه؟ كثير من الناس يتعبون ويجتهدون دون أن يكون لهم أهداف واضحة، فهم يقعون فيما وقع فيه العاملان. بالتأكيد العاملان بذل جهد وصعد وتحمل المشاق في الصعود وحمل الآلات والمعدات على ظهورهم، ولكنهما لم يحققا ما يريدون. لماذا؟ لأنهما صعد بناية غير البناية المحددة. بالمثل كثير من الناس يتعبون ويجتهدون في حياتهم دون أن يكون لديهم أهداف محددة واضحة، فبالتالي يضيع تعبهم واجتهادهم دون فائدة دون فائدة. طيب في سؤال أبنائي نسأله، لو كنت أحد العاملين كيف كنت ستتصرف؟ طبعا الإنسان في هذه الحالة طبعا يضع الحلول الصحيحة، ولكن تعالوا معنا للإجابة الصحيحة لهذا الأمر. كنت أتأكد أولا أن هذه البناية هي البناية المقصودة، أول شيء كنت أتأكد أن البناية دي هي البناية المقصودة، ثم أقوم بالصعود إليها للقيام بما طلب مني من عمل لأدائي على سطح هذه البناية. ننتقل أبنائي إلى المغزى، المغزى من القصة، القصة التي أوردناها. هناك مغزى أي هناك مقصود وهدف مقصود من هذه القصة، أن هناك من يجد ويتعب ويعرق في الحياة ولا يصل إلى شيء. لماذا؟ لأنه لم يخطط تخطيطا جيدا قبل أن يخطو، ولم يضع لنفسه برنامجا دقيقا لتحقيق هذا الهدف. فهم يعيشون حياة الضائعين، حياة ليس لهم هدف أو هوية، مهام
يتصدون للقيام بها، يعني الهدف ولا هوية ولا مهام يسعوا ليتصدوا للقيام بها، فبالتالي تضيع حياتهم في عالم التمني وعالم الأحلام، لا يملكون الدافع أو الغوية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم، فحياتهم تسير بلا هدى وبلا جدوى وبلا وجهة محددة مرسومة بدقة. ننتقل أبنائي إلى الدروس التي استفدناها من هذه القصة. أي شيء أبنائي الأعزاء تقومون بدراسته أو قراءته أو مشاهدته لابد من الخروج منه بدروس مستفادة، فالدروس المستفادة من القصة السابقة أبنائي لابد من وجود هدف لحياتنا. الإنسان عندما يسعى لابد أن يكون لسعيه هدف، يسعى لتحقيق هدف، لابد أن يخطط الإنسان جيدا لتحقيق هدفه، لابد من العمل الجاد عند السعي لتحقيق هذا الهدف لكي نحقق الهدف بسهولة ويسر. حتى وإن جد الإنسان وتعب يصل إلى ما أراد فهو يكون الفوز، السعادة والفرح عندما يصل إلى ما أراد أن يحققه أو عندما يصل إلى هدفه بعد أن بذل جهدا وتعبا عن طريق التخطيط الجيد وعن طريق الوصول إلى الهدف تكون السعادة ويكون الفوز. الفقرة الثالثة أبنائي اللي موجودة عندي في هذا الدرس وهي بحث لاستكشاف منهجية النجاح. البحث هنا أبنائي قامت به جامعة من جامعات الخارجية وهي جامعة بيل، قامت هذه الجامعة ببحث لاكتشاف منهجية النجاح. البحث الذي قامت به جامعة بيل أبنائي هو بحث يضم مجموعة من خريجي إدارة الأعمال الذين تخرجوا من 10 سنوات لمحاولة معرفة اكتشاف منهجية النجاح لديهم. هل حقق هؤلاء الخريجين الذين تخرجوا من 10 سنوات النجاح أم لم يحققوا؟ تمام. البحث هنا قامت به جامعة بيل أبنائي لمعرفة مدى ما حققوه في حياتهم طوال هذه السنوات 10. فلو بصينا للسؤال الأول أبنائي، ما الذي قامت به جامعة بيل ولماذا؟ قامت جامعة بيل بعمل بحث يضم خريجي إدارة الأعمال الذين تخرجوا منذ 10 سنوات في محاولة منها لاكتشاف منهجية النجاح لديهم. تمام. يبقى ده البحث اللي عملته جامعة بيل أبنائي. ليه؟ عشان تكتشف منهجية النجاح لدى هؤلاء الخريجين الذين تخرجوا من 10 سنوات. إيه نتيجة البحث يا أبنائي الذي قامت به جامعة بيل لخريجي إدارة الأعمال؟ وجدت الجامعة أن هناك الخريجين الذين تخرجوا من 10 سنوات مقسمون لثلاثة أقسام. قسم يعمل في الحياة بجد ونشاط ولكنه يعمل لكي يبقى على قيد الحياة، يوفر لنفسه ولأسرته متطلبات المعيشة فقط. والقسم الآخر أبنائي قام بوضع هدف له في الحياة ولكن لم يضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فوجد أن هذا القسم أو هذا النوع يكسب أضعاف 3 أضعاف العينة الأولى. ثم بعد ذلك أبنائي قسم آخر وهو القسم الثالث هو الذي وضع هدف ووضع الخطط لتحقيق هذه الأهداف، ووجد أن هؤلاء الذين وضعوا أهداف لهم في الحياة وخطط لتحقيق هذه الأهداف يكسبون 10 أمثال العينة الأولى في هذا البحث. يعني باختصار أبنائي الأعزاء، نتيجة بحث جامعة بيل لخريجي الأعمال هو أن خريجي الجامعة الذين تخرجوا من 10 سنوات 3 أصناف. صنف
يعمل بجد واجتهاد ليحقق متطلبات المعيشة فقط له والأسرة. وصنف آخر وضع لنفسه هدف في الحياة ولكنه لم يضع الخطط التي يسعى بها لتحقيق هذا الهدف، وهذا الصنف الثاني يكسب 3 أضعاف الصنف الأول. والصنف الثالث أو الأخير أبنائي هو الذي وضع له في الحياة هدف وخطط مدروسة لتحقيق هذه الأهداف، وهذا هو الصنف الفائز، حيث أن هذا الصنف وجد أنه يكسب 10 أضعاف الصنف الأول الذي يعمل لكي يوفر لنفسه فقط متطلبات الحياة المعيشية والمادية له والأسرة. ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي لمعرفة هذا البحث. علل ربح العينة الأخيرة 10 أضعاف العينة الأولى. لماذا كانت العينة الأخيرة أو النوع الثالث أبنائي يكسب 10 أضعاف العينة الأولى؟ السبب أبنائي لأنهم قاموا بتحديد أهداف لهم واضحة، وقاموا بصياغة هذه الأهداف، وقاموا بكتابة هذه الأهداف، وسعوا لتحقيقها. يبقى سبب أن هذه العينة الأخيرة تكسب 10 أضعاف العينة الأولى أن العينة الأخيرة قامت بوضع هدف وتحديد أهداف لها، ثم قامت بصياغة هذه الأهداف وكتابة خطط لكي تساعدها في تنفيذ هذه الأهداف. ننتقل إلى الفقرة الرابعة أبنائي، نشوف عوامل تحقيق الهدف. مما سبق تضح أهمية وضع أهداف لنا وأهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، كذلك أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف. الفقرة أبنائي مرة أخرى، مما سبق تتضح أهمية وضع أهداف لنا وأهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، كذلك أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف. لو بصينا أبنائي هنلاقي وردت في هذه الفقرة عوامل النجاح في الحياة، وردت في هذه الفقرة عوامل النجاح في الحياة. تعالوا نشوف إيه عوامل النجاح في الحياة أبنائي كما جاءت في هذه الفقرة. بتقول الفقرة مما سبق تتضح أهمية وضع أهداف لنا، ده أول عامل من عوامل النجاح في الحياة أبنائي الأعزاء، وضع أهداف لنا. نكمل الفقرة، وأهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف. يبقى ده العامل الثاني أبنائي الذي يساعد على النجاح، وهو أهمية رسم خطط تساعد على تحقيق هذه الأهداف. بعد ذلك الثالثة أو العامل الثالث هو أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف. يبقى في هذه الفقرة أبنائي الأعزاء وردت عوامل تحقيق النجاح. عوامل تحقيق النجاح، إيه عوامل تحقيق النجاح أو عوامل النجاح في الحياة كما جاءت في هذه الفقرة؟ 1 وضع أهداف لنا، 2 وضع خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، 3 العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف. بكده أبنائي نكون وضحنا أن الإنسان الذي يعيش في الحياة لابد أن يكون له هدف. لو بصينا أبنائي الأعزاء أنتم كطلاب من طلاب التعليم الفني لابد أن يكون لكم أهداف في الحياة. هدفك في الحياة أنك تكون إنسان ناجح، متقن لما تقوم به، مؤدي لما تقوم به على أكمل وجه. الإنسان الذي يسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع خطط مدروسة له في الحياة يكون إنسان ناجح،
ويكون إنسان محقق لكثير من الأرباح التي تساعده في أن يعيش في مستوى معيشي عظيم. لو بصينا أبنائي الأعزاء في الدرس بتاعنا هنلاقيه بيتناول أهمية وضع أهداف لنا في الحياة وأهمية وضع الخطط التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان العزيمة والإرادة القوية التي تساعده على تحقيق هذه الأهداف. طبعا ذكر لنا الكاتب دكتور إبراهيم الفقي في هذا الدرس قصة رمزية توضح لنا عظمة أو أهمية أن يكون الإنسان له هدف في الحياة، ويكون وضع خطط مدروسة لتحقيق هذا الهدف من خلال قصة العاملين الذين صعدا سطح إحدى البنايات بعد أن طلبت منهم الشركة التي يعملان بها إصلاح سطحها، وعندما صعدا على أقدامهما لم تكون هذه البناية هي التي طلبت منهما الشركة إصلاح سطحها، فرغم ما بذلاه من عزيمة وجهد وعرق غزير بصعودهما 40 دورا على أقدامهما يحملون المعدات ويحملون الآلات، كانوا قد وصلوا إلى الخطأ لأنها لم تكن هي البناية المطلوبة. بعد ذلك عرف لنا أو وضح لنا دكتور إبراهيم أن حياة الإنسان أو حياة كثير من الناس في هذه الدنيا تكون ضائعة، وذلك لأنهم يعيشون بدون أهداف يسعون إلى تحقيقها، حتى وإن وضع لهم أهداف في هذه الحياة فلم يضعوا لهذه الأهداف الخطط المدروسة لتحقيق هذه الأهداف. بعد ذلك تناول لنا الدرس كذلك طبعا حياة مجموعة من مديري أو خريجي جامعة بيل، وتم تصنيف هؤلاء الثلاثة إلى 3 نوعيات. النوعية الأولى تعمل دون هدف، هي تعمل لتحقيق المعيشة وتعمل لتحقيق متطلبات الحياة المادية فقط، ثم مجموعة وضعت لها أهداف ولكن دون وضع خطط لهذه الأهداف، ووجد أن هذه النوعية تكسب 3 أضعاف النوعية الأولى، ثم المجموعة الثالثة التي أو النوعية الثالثة التي وضعت لها أهداف وخطط تسعى لتحقيقها وجد أنها كسبت 10 أضعاف المجموعة الأولى. بكده أبنائي نكون وضحنا درس القراءة تمام بكل تفاصيله وبكل متطلباته. هنعود إن شاء الله بإذن الله إلى توضيح درس وصف صديق لتكملة نص وصف صديق الذي بدأناه لمعرفة الصفات التي سعى عبد الله بن المقفع لتوضيحها لنا في صديقه، وتوضيح هذه الصفات والمعلومات التي وضحها عبد الله بن المقفع، ولكن سيكون هناك إجمالي توضيحي لهذه الصفات، ولكن بعد فاصل نوضح ما بدأناه.